تحياتي لكل مشاهدي هذا الفيديو. أنا المواطن الفلسطيني نزار بنات، وحاب أشكر الشعب المصري على دوره العظيم والتاريخي في حصار قطاع غزة. شكرا يا مصريين. بس اتذكروا، إذا كان مقابل هذه الدماء اللي بتسيل في غزة إنه العشوائيات عندكم تقل، ما عندنا مشكلة، إحنا شعب بحب يعطي. إذا كان هذا الحصار اللي أنتم بتساهموا فيه ممكن يخفف أزماتكم ومشاكلكم، برضو إحنا مش زعلانين. بس اتذكروا يوما ما أرسلتوا جيشكم يحارب في العراق، أرسلتوا يحارب مع أمريكا في العراق، شو الثمن؟ زادت العشوائيات، وزاد الفقر، وزادت الكروش، وزادوا رجال الأعمال، وزاد تسلط المؤسسة العسكرية عليكم. شكرا يا مصريين. النظام المصري بيفسر إصراره على حصار غزة بحماس. لا يا عسكر مصر، طول عمركم هيك حاربتوا فتح بنفس اللغة، حاربتوا الجبهة الشعبية بنفس اللغة، حاربتوا كل الفصائل الفلسطينية بنفس اللغة عشان تطوعوها وتدخلوها كامب ديفيد معكم. انتوا بعتوا شهدائكم في كامب ديفيد، احنا بنرفض نبيع شهدائنا، وهي مشكلتكم. شاعرين بالعجز امامنا يا عسكر مصر. عسكر مصر ما بيعرف يحكم مصر الا باختلاق ازمات واختلاق مشاكل عشان يلهي الشعب المصري. مرة مشكلتكم السودان، ومرة مشكلتكم ليبيا، ومرة بدكم تعملوا حرب على الجزائر عشان مباراة كرة قدم، واليوم حجتكم حماس. يعني العسكر المصري زي دون كيشوت يقاتل طواحين الهواء، واليوم حجتكم غزة. لكن بتحاولوا تسلخوا الشعب الفلسطيني. احنا مش مشكلتنا مع الفلسطينيين، مشكلتنا مع حماس. لا، مشكلتك مع كل الفلسطيني يا عسكر مصر، لانه عسكر فلسطين عمل صواريخ وعمل طيارات استطلاع بلا طيار، وعماله بقاوم حتى باللحم الحي. انت يا عسكر مصر شايف حالك امام غزة هيك حجمك؟ مش خجلان يا عسكر مصر لما تحكي انه حماس تتدخل فيك، وانت اللي فضحنا بالجيش العظيم والمخابرات ورأفة الهجان؟ اختشي شوية، اخجل يا عسكر مصر. انت طول عمرك تتدخل في شؤوننا. ذهب رئيسك المقبور انور السادات ووقع كامب ديفيد وباع مصر. ليه مصرين تبيعونا معكم؟ بعتوا بلدكم وشهدائكم في كامب ديفيد، مع السلامة، احنا ما بدنا نبيع. شكرا عسكر مصر. الاعلام المصري يشكل حالة الرأي العام التي تضع الجمهور في مناخ ازمات الدولة. يعني توفيق عكاشة مش ظاهرة استثنائية، لا، توفيق عكاشة يخاطب شريحة السخفاء، وهناك أكاديميين مصريين ودكاترة جامعات ونخب. طبعا كل هاي النخب بتزور التاريخ والجغرافيا وبتبيع كل مصر ب500 جنيه بس. عكاشة مش ظاهرة فردية، عكاشة يعمل ضمن منظومة تريد للمصري أن يخدر عواطفه وأن يخدر عقله أمام ذبح الفلسطيني. يريدون من المصري أن يستمتع بدوره الخائن. مش المصريين الخائنين، حكومتهم وعسكرهم، هؤلاء هم الخونة. أنت يا عكاشة استمر، أنت يا عكاشة كده. عندنا في فلسطين في تقليد قديم، زمان لما كان الواحد يشتري عربية جديدة أو يشتري بيت جديد كان يعمل حرز عشان يرد عنه العين، فكان يعلق عليه على العربية جزمة قديمة. أنت يا عكاشة الجزمة اللي حترد العين عن مصر. استمر يا كبير، أوعى توقف، خوف مصر تتحسد. وإذا كان ولا بد عاوز تتعالج من الهبل اللي أنت فيه، روح عندي حظابط عبعاطي، مش هو عالج الإيدز بالكفتة؟ يمكن يعالج غبوتك بالمهلبية. الشعب الفلسطيني لا يرى مصر في عكاشة ولا في السيسي ولا في هؤلاء كلهم. الشعب الفلسطيني يرى مصر في جون جمال الشهيد السوري الذي نذكره وأنتم لا تذكرونه. الشعب الفلسطيني يرى مصر في عيون سليمان خاطر. الشعب الفلسطيني يرى مصر في الفدائي السوري سليمان الحلبي الذي قتل كليبر. الشعب الفلسطيني يرى مصر في القائد العظيم سعد الدين الشاذلي،
وفي القائد العظيم عبد المنعم رياض الذي استشهد في قواعد الفدائيين. أما ما يطفو على السطح فلا نراه، لأنه سيخرج من التاريخ قريبا. لا تبيعوا مصر بحجة أنكم قدمتم شهداء. كل الشعوب التي أرادت أن تتحرر قدمت شهداء. الشهداء المصريين سقط معظمهم بسبب غباء قيادتهم في سنة 1948. نحن لم نقل لكم تعالوا وحاربوا بصفقة أسلحة فاسدة. في سنة 67 نحن لم نكن مسؤولين عن أخطاء عبد الحكيم عامر. لا نريد أن نفتح دفتر التاريخ، لأنكم أغلقتموه وحولتموه إلى دفتر شيكات. أما نحن فما زالت رائحة اللحم المحروق، وما زالت أصوات الجنود المصريين الذين دفنوا أحياء في سيناء تلهب عقولنا. إحنا اللي حناخد بحق الشهداء المصريين، بحق شهداء مدرسة بحر البقر. أما أنتوا حششتوا خلاص. الله يعينكم على مشاكلكم. شكرا شعب مصر.